AMD R9 390 هي أحد كروت الشاشة الجديدة من الجيل الحديث لشركة AMD، وأحد الكروت التي لم تجذب انتباه الكثيرين من الجيمرز بعكس كروت فيوري إكس والضجة التي حصلت عليها وقت نزولها. وبالرغم من سعر البطاقة المعقول بالنسبة لأدائها، إلا أنها ما تحصلتش على نفس التغذية الإعلامية. فخلونا نشوف ونكتشف مع بعضنا هذه الجوهرة الجديدة من AMD. السلام عليكم ورحمة الله. بطاقة اليوم هي من صنع MSI وسعر البطاقة $330. مواصفات الكارت هي كالتالي: تردد البطاقة 1000 ميجا هرتز في الوضع العادي، وفي وضع الجيمينج 1050 ميجا هرتز. يعتبر أعلى من بطاقة R9 290 من الجيل السابق، واللي كانت تصل سرعة تردد الخاص بها إلى 947 ميجا هرتز. تردد الذاكرة ببطاقة 390 يصل إلى 6000 ميجا هرتز، أما بالجيل السابق فكانت 5000. بالنسبة لحجم ذاكرة الرام للبطاقة فهو 8 جيجا بايت، أي حوالي الضعف مقارنة بالجيل السابق. داخل علبة البطاقة موجود التالي: كيبل واحد للPCI لتغذية البطاقة بالباور سبلاي، DVD يحتوي على تعريف الكارت بالإضافة إلى أدوات مساعدة من MSI، كتيب التعليمات ورسالة شكر من الشركة لاقتناءك أحد منتجاتها بالإضافة إلى رقم تسجيل منتج على الموقع، وتحصل على مميزات داخل الموقع وما إلى ذلك. نجول الآن إلى تصميم البطاقة. البطاقة تأتي بتصميم MSI الشهير واللي هو Twin Freezer، مميز بمروحتين تبريد كبيرة الحجم، والبطاقة تزن حوالي 2 كيلوغرام. صدقوني حجم الكرت أكبر مما تتصوره، وهنا بإمكانكم مقارنة حجمها بكرتي السابق اللي هو جيجابايت GTX 760، ويحتوي على 3 مراوح تبريد. البطاقة تأتي بلون واحد فقط للأسف، واللي هو اللون الأحمر المعتاد من MSI، بالتالي ممكن يقيد بعض الجيمرز من حيث خيارات الألوان وتناسبها مع ألوان جهازك الحالية. الكرت يأتي أيضا بتقنية اسمها Zero Freezer، وهي تقنية متداولة في الأجيال الحديثة من كروت الشاشة، لأن MSI كانت الأولى في استخدامها في عام 2008. الغرض منها هو إيقاف عمل المراوح الخاصة بالبطاقة لما ما يكونش فيه استهلاك قوي على الجهاز أو على الكارت نفسه، زي تصفح الإنترنت وغيره، وبالتالي يطول في عمر المراوح ويخفف أيضا من ضجة الناتجة عنها. أيضا بإمكانك تعديل نمط الإضاءة الجانبية للكارت لما تحمل برنامج MSI Gaming App، وحتلقاه متوفر في DVD اللي جاي مع العلبة. الآن خلونا نشوفوا أداء البطاقة في الألعاب وبرامج البنشمارك. إذن كانت هذه هي نتائج. زي ما شفتوا الكارت جدا ممتاز بالنسبة لسارة، ورأيي الشخصي فيه هو أن أفضل كارت ممكن تشتريه في حدود $300 إلى $380. اشتريت الكارت هذا بالذات كبديل لبطاقتي السابقة اللي هي GTX 760، بعد فترة من التفكير واتخذت قراري بناء على نتائج من اختبارات ومقارنة بينه وبين منافسه الحالي واللي هو GTX 970 من انفيديا. وكان مميز في 390 هو أنه يمتلك ذاكرة رسومية أعلى اللي هي 8 جيجا بايت، مما يعطي ضمان أكثر المستقبل مقارنة بال 3.5 جيجا بايت في انفيديا. أيضا أداءه عاليا في الألعاب اللي ما تحتويش على انفيديا جيم ووركس يعتبر أفضل من GTX 970، مع العلم أن تستطيع تعطيل الميزات هذه من جاية من انفيديا وتحصل تقريبا نفس أداء GTX 970 أو أفضل. وأيضا من الأسباب الرئيسية اللي خلتني ننتقل من انفيديا إلى هذا الكرت هو أداء كروت AMD في DirectX 12. فاختبار لعبة Ashes of the Singularity كان نتائجها ممتازة بالنسبة لكروت AMD، وهي لعبة تدعم DirectX 12. تمكن أيضا الكرت الخاص بالجيل السابق اللي هو R9 290X من منافس GTX 980 Ti، وهو أعلى كرت لدى انفيديا حاليا، ويعتبر أغلى من R9 290X بحوالي $350. يعني هنا نشوف أن في كرت من AMD عمره حوالي 3 سنوات أو سنتين ينافس في كرت يعتبر حاليا أعلى كرت في فئة انفيديا في DirectX 12. لذلك نشوف حاليا أن انفيديا قاعدة تسارع العمل على الجيل الجديد من الكروت الخاصة بها، واللي حتكون تعمل بمعمارية باسكال عشان تدخل في المنافسة ضد AMD في الألعاب اللي حتكون تدعم DirectX 12. كانت هذه مراجعتي الشخصية للكارت، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا معي بالقناة لمتابعة كل جديد، وبكلكم أيضا متابعتي على فيسبوك أو تويتر، ونتلاقوا إن شاء الله بعون الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.